أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء استمرارية العمل نحو تعزيز العلاقات البحرينية الإيطالية في مختلف المجالات والدفع بها نحو أفق أرحب بما يلبي التطلعات المشتركة، منوها سموه بما تشهده العلاقات البحرينية الإيطالية من تطور أسهم في خلق المزيد من الفرص الاستثمارية بما يعود بالنفع والنماء لصالح البلدين الصديقين. جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بحضور معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني بقصر رفاع اليوم سعادة السيد دوميني كوبيلاتو سفير جمهورية إيطاليا لدى مملكة البحرين بمناسبة انتهاء فترة عمله كسفير لبلاده في المملكة، حيث أثنى سموه على جهود السفير الإيطالي في تعزيز العلاقات البحرينية الإيطالية وتمنى سموه التوفيق والنجاح لسعادة السفير في مهامه المقبلة. وخلال اللقاء استعرض سموه مع سعادة السفير الإيطالي مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. من جانبه أعرب سعادة سفير جمهورية إيطاليا لدى مملكة البحرين عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على ما يوليه سموه من اهتمام بتوطيد العلاقات بين مملكة البحرين وإيطاليا على كافة الصعد، متمنيا لمملكة البحرين دوام التقدم والازدهار.